الحوشه هذه جايه كانت مفقوده كل نهار غدا عنده ديال السجناء اللي بغيت نعرف انا علاش يسالي في حيت في عائلتي ما كاينش هادشي اللي بغيت نعرف انا علاش الناس علاش الناس داخلين السجن ما كنفهمش والله التواصل ديال اليوم مدينة الرشيد ديال دار الشباب بالتلاميذ الهدف ديالو هو جوج ديال الاهداف هو اولا تلخيص الحصيله الانسانيه والاجتماعيه ديال 20 سنه من الجامعه حيث ان الجامعه عندها دور كلاسيكي اللي هو التكوين والتاطير والاستاج والفورماسيون والتدريب الوطنيه والجهويه والدوليه وايضا تكوين الفريق الوطني اللي كيمثل المغرب خارج البلد وايضا الحصيله الانسانيه اللي كتمثل في توظيف هذه الرياضه هذه الادماج الاجتماعي فئات وضعيه صحيه صعبه منهم شباب منحرف منهم نساء خرجت على الطريق منهم واحد العدد ديال 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 الفئات المهمشه وايضا خدمه القضيه الوطنيه يعني حنا كنضمن واحد العدد ديال التظاهرات في الاقاليم الصحراويه هي تظاهرات رياضيه بنكهه وطنيه وايضا خدمه الثقافه الامازيغيه لان كنعتبر بان الامازيغ عندهم الحق في التواصل باللغه ديالهم وهذا الهدف الثاني من هذا اللقاء هذا هو اننا نذكروا على الترتيبات والتهيئات والرساله ديال المهرجان رشاقه البدنيه في الدوره ديالو الثامنه اللي غيكون في مدينه الرشيديه يومي 28 و 29 ماي واللي الهدف ديالو هو الدمقراطه ديال الرياضه واللي هو التمكين من جميع شرائح المجتمع انها تمارس الرياضه مجانيا وبدون شروط. كلنا مسؤولون على ان نفرح بعضنا البعض الاسره مسؤوله والمدرسه مسؤوله وكذلك الجمعيات مسؤولون السياسات اللي كتنتهج منذ سنين صنعتها واحد القاموس الرياضه علاقه بالمجتمع كتاثر بالنسبه ليا بواحد الاشكاليه ديال الخصائص التربويه المجتمع ديالنا المغربي بصفه عامه كيعاني اختلالات تربويه كتنعكس في مجمل السلوكات اللي كتشكل عندنا ظواهر العنف وظواهر الجريمه وظواهر المخدرات هذا الخصاص هذا كيعني ان هناك مشكل تاطير المدرسه او المسجد او الاسره او الجامعه او هذا دورها اساسي مهم لكن يبدو ان هادشي كله فيه خصاص لم يؤدي الى انتاج هذا المجتمع المتوازن على كافه المستويات التربويه ولهذا اليوم الرياضه كتلعب واحد الدور اساسي لكي تستوعب الناس من الشباب لتواكبهم على المستوى التربوي لكي تجعلهم يشعرون بان الجسد يعني قيمه عاليه الاهتمام به وعدم اهداره في ممارسات تؤدي به الى الاضرار والانحراف سواء كانت مخدرات او ما شابه هذا كيبين بانه اليوم وجود جامعات رياضيه انتشار الممارسه الرياضيه في المجتمع هو توجه صحيح يجب ان يدعم وان تكون بشانه شراكات حقيقيه جاده مسؤوليه تنتج الاثر ديال التاطير يعطيني شعب كي تمارس الرياضه بمستوى عالي ومنتشر كبير نضمن لك بانه غتكون على مستوى التربوي وعلى مستوى يعني التوازن في الحياه ومستوى الصحه النفسيه غادي يكون يعني شعب اللي هو خلاق ومبدع. اللقاء اليوم اللي كنا بصدد ديالو هو وجود الجامعه الملكيه المغربيه للرياضه الوتيريه في تفاعل محلي وجهوي مع المجتمع المدني الرياضي وباقي اصناف المجتمع المدني الاخر مع المواطنين كذلك لتهيئ للبرنامج والمهرجان اللي غادي يدار حول الرياضه الوتيريه ايام 28 29 بدار الشباب والتلاميذ وكذلك بقاء المخطط وهذه مناسبه لان هذه الجامعه انها تاتت للنشاط الرياضي بالطبيعه المحليه والجهويه واللي حنا كنساهموا كاداره عموميه مختصه في المجال الرياضي اننا نساهموا لتسهيل الماموريه ديال الاخوان قصد ان تمر الخدمه المنوطه بالجامعه والخدمه الرياضيه للمواطنين المحليين. هنا من خلال هذا المنبر كنطلبوا من جميع المواطنين والمواطنات مدينه الرشيديه والمناطق المحيطه لها ولما لا المناطق ديال جهه الطلعه التافله انهم يجيو يشاركوا في هذه الانشطه الرياضيه المفتوحه مجانا من قبل الجامعه الملكيه اللي غادي تقام يوم 28 29 ماي 2016.
تواجدوا اليوم في اطار هذا اللقاء التواصلي من اجل استعداد هذه المهرجان اللي غادي يعرف الرشيد ديالك وحتى الرشاقة البدنية والهيب هوب، وكذلك احتفالا بالسنة العشرينية للجامعة الملكية للرياضة الوتيرية. هذا اللقاء هذا اليوم اللي حضرت فيه مجموعة من الهيئات المنتخبة وكذلك حتى رؤساء المسارح الخارجية والهيئات المجتمع المدني بكل الشرائح ديالو بكل الفئات ديالو، هو واحد النداء او واحد الدعوة للتواصل، وهو كذلك ترحيب شيئا ما بهذه الجامعة، وكيعبروا لنا في هذا اللقاء. انا استشفيت ان الكل كيرحب بهذا التظاهر، مع العلم ان هذه الرياضة هي رياضة جديدة في هذا المجال، هو جديد في هذه الجهة، هذه درعة الفلالت واول مرة في الرشيدية، ولكن الجميع الحمد لله الجميع رحب بهذا التظاهر، والجميع قالك بانه سوف يستعد لانجاح هذه التظاهر، وبغاو يتبنوا مع الجامعه، بغا يتبنوا هذه الرياضات هذه ويتم نشرها اكثر في المنطقه، ما دام اننا نشتغل حول الرياضه، حول تقرات الرياضه، حول الرياضه في شقها الثقافي، في شقها الانساني، في شقها الاجتماعي، وفي شقها الكبير اللي هو خدمه القضايا الوطن. اليوم في اطار اليوم التواصلي اللي كتكون به الجامعه الملكيه المغربيه للرياضه الوسيله للرشاقه البدنيه والهيب هوب الاساليب المناسبه، اليوم الاخت سلمى بن مهيلي علينا بعرض ديالها القيم طريقه يعني ما ستنتظر من لقاء المهرجان اللي غادي ان شاء الله تكونها في الرشيد مع الاخوان اليوم 26 بالنسبة للرياضة أول مرة يعني من باب المجاملة، أنا أول مرة كنعرف أن كاينة الرياضة سميتها الرياضة الوتيرية، وبأنها تهتم أشخاص يعني عندهم يعني في إطار كتعاون حتى في الإدماج الاجتماعي للأشخاص اللي في وضعية صعبة والمحارفين ديالها. وبهذه المناسبة كنقدموا الشكر للأخت سلمى اللي جات لنا هذه المبادرة القيمة لمدينة الرشيد. والسلام عليكم. والواجب هاي اللي ذمقوا أويها سيدنا محمد.